السلام عليكم. اليوم حبيت معني نعطي بعض النقاط على الطاير. كي ساعة مرحبا بكم في قناة المعلم للصيانة. كي ندهن موتور، معناها كي ندهن موتور ماذا بينا اخويا نفركها، معناها نحلها نفركها قطعة قطعة، نحي معناها البياسات اللي باش يدهن ونحيهم، ندهنهم وحدهم مسايبين ما ندهنهاش واقفة كيما انا. كي نحل هالموتير نحل معناها كل شيء، المورتيسوريات البلاتو، نبدأ معناها بالشيرة بالشيرة، نبدأ من قدام نحل البولونات هذوما تاع الكسبات هذوما نحلهم، معناها نحل من فوق الجيدون الأربع بولونات اللي شادين الجيدون هذوما الزوز، نحل الجيدون ونحي الكسبات من قدام، بعديك نحل من تالي هذوما نحلهم الأربع بولونات، وعندك من هنا من بعديك نحل المورتيسوريت من تالي البلاتو كل شيء نحاها نفركها الموتور. قبل ما نحلها قبل ما نفركها، كانك ماكش مشترك في الشين يوتيوب، عملنا اخويا ابوني للشين يوتيوب وفعل الجرس باش توصلك فيديوهاتنا جديدة، وما تنساش عملنا لايك للفيديو وكومنتير، كتبنا اخويا كومنتير. كيما تشوفوا معناها فركناها، مازلنا باش نزيدو نفركوها هكا العجلة كل شيء، باش تنحى باش تخلي الفرجة واحدة هذيك تدهن معناها بالأرجون، وهذوما معناها القرقبو والكادر والقرتشانيات وكل شيء يدهنوا معناها بالكولير البرانسيبال باش ندهن بيه الموتور. علاش لازمني نفركها هكا؟ باش معناها ما تجيش خدمة تغفيص كيما هذيا، هذيا الدهنة اللي قبل شوكي فيها، هذيك ما تدهنش، هذيك إينوكس. القصبات لازم ما يمسهمش الدهن، المورتيسوريات يتنحوا ويبعدوا، هذوكم ينضافوا. البياسات هذوما يدهنوا كحول، معناها يدهنوا بالنوار، وبقية البياسات معناها يدهنوا بالكولير اللي باش ندهن بها الموتور. البالانك والفرجة تدهن معناها بالأرجون كل اللماعة ذاك، وتجي خدمة معناها خدمة باهية، ما تجيش خدمة متاع تخفيص يغلفها بالجورنال الكل ويعملها تشة حتى حكة ما يعني يحكيش بالقدية. ناخذوا لها معناها ديكابون كيما نكاي، ناخذوا لها طرف ديكابون فهمتني، تك تك تحطوا كي معناها كل الدهن الكل يقشر يتنحى وحده، بعديك تاخذ لام ولا حاجه وتقشر الكل تنحك الدهن، بعديك ضريبه بالكاغت كاغت احرش كيما نكاي بالماء. تويكا باش نحطوا الديكابون معناها ننتبهوا نشوفوا معناها الطريقه كيفاش يتحط، نحط برشا، فما اللي معناها يحط شويه كي معناها يمسحها مسحان، ما يتقشرش هكاك الدهن، حط برشا نكثر لها معناها الديكابون، خليها ملكزه كي فوق بعضو، معناها نكثر لها الديكابون من با معناها 10 ثواني معناها يطير يكشلف الكل ويتقشر الكل معناها. فما العبيد غفاصه معناها يتجلدوا يمسحها مسحان بالشيطه وماشي في بالو، بعد يقول لك شبيه ديكابون ما ينحيش الدهن. تفرج معناها تفرج انتبه شوف الطريقة كيفاش معناها يتحط الديكابون، نكثر لها نلكزلها معناها الديكابون، من بعديك نقول له اوكي بطرف لام ولا بالبروس معناها نحك اوكي بالبروس يطير الكل. شفت كيفاش معناها تنحى وحده الدهن، شفت كيفاش كشلف، شفت كيفاش معناها نكثر لها ديكابون معناها. معناها كيما شفتوا مش بالسهل الحكاية، كل حاجة حتى تحقرها معناها فيها حكمة، هذاك يتسمى قح بالخدمة ما لازم به هو. بعديك كيف ما قلت لكم معناها ناخذوا طرف لا مكي ونقشرك الدهن الكل نقشر، وهذاك معناها يجي تكثر لها الديكابو معناها يمشي معاك وحده دوب انت، معناها من غير ما تنزل على اللام وحده معناها يمشي معاك الدهن يتنحى وحده. عبارة ريت شنو معناها، عبارة معناها حنش قاعد ينحي في الثوب نتاعو، فهمت كيفاه تتسلخ معناها الموتور سلخان ريتوها. هذي هي معناها الطريقة، هذي الخدمة الصحيحة. من بعديك ضريبة بالكاغت الأحرش متاع الماء الكاغت الأخضر وسيب صالح. فيديونا اليوم سيئين، نتقابلوا في فيديو جديد. الفيديو هذي لازمك تعمل له لايك، علاش؟ على خاطر معناها اذا كان تحبوا معناها نهبط معناها كل مره فيديو على الموتور هذايا اللي باش ندهنها، ومحتاجش معناها تدهن وتخرج وتشوفوها معناها.
تشوفوها كيفاش معناها الدهنة متاع المعلم للصيانة، تشوفوها كيفاش يخرجها الموتور معناها بعد ما يدهنها ويرجللها أمورها. لازم الفيديو هذا توصل لمية لايك.